كنهني المنتخب الوطني على الانجاز هذا، وكنشكروا السي القجع اللي نقول لك بالنسبه للرياضه وكره القدم يعني مشات لفوق، وديما مغرب وديما مغرب. بالنسبه للدراري الصغار شنو نقول لك، يعني غادي مزيانين، ودابا الانظار كلها غتجه للكان ديال 2025. يعني بغينا المغرب يدي كاس افريقيا، وديما مغرب ان شاء الله. الحمد لله على هذا الماتش هذا، وحنا فرحانين جد فرحانين على هذا الماتش اللي داروا الدراري، وكنحيوهم انه لعبوا بروح رياضيه ولعبوا معنا بجديه، وكنشكروا السي القجع، وكنشكروا المنتخب ديالنا الوطني، وكنشكروا جميع المغاربه على هاد التشجيعات اللي داروا. وديما مغرب وديما مغرب وديما مغرب، واللي ما بغاش المغرب يموت. هو المنتخب شنقول لك مجموعه مانئه لهم بعد بعد الفوز ديالهم بكاس افريقيا الشباب ديالنا. المقابله كانت بالنسبه لنا مزيانه، ولكن كان هناك بعض الهفوات بالنسبه للمنتخب المغربي. وبالنسبه للمنتخب المصري لعب مقابله جيده مع 10 لاعبين، كنهنئهم على هذه المقابله هذه الجيده، والمنتخب المغربي كنهنئوه على الفوز ديالو رغم القتاليه ورغم الاخطاء اللي دار المدرب الشرعي. كان بدل اللاعبين بنفس المراكز، نفس المركز في وسط الميدان، نفس المركز في الكولوار اليمين، يعني نفس المراكز، ما دارش تاكتيك انه يلعب ثلاثه خمسه ولا يزير خطه اخرى. مي الحمد لله، نقولوا الحمد لله على الفوز بكاس افريقيا. قبل هذا شنو سميتها ديال الالعاب الاولمبيه في باريس، ان شاء الله نتمنوا يقدموا مستوى جيد. نتمنى المدرب الشرعي يصحح الاخطاء ديالو ويقلب على مجموعه جيده. هناك عناصر في البطوله الوطنيه لازم حتى هو يختار منها، ونتمنوا الخير ان شاء الله في كاع المقاولات. المنتخب الكبير هذيك ما نهضروش عليها، نتمنوا في كاس افريقيا القادمه ان شاء الله في كوت ديفوار يدير باركور يكون مزيان ان شاء الله، ويتحصل على كاس افريقيا ان شاء الله، حيت خصها تكون بين يدينا ان شاء الله. السلام عليكم خويا، مبروك المغاربه، ولكن مبروك المغاربه بعد دوت اللقب ديال اقل من 23 سنه، ولكن بالرغم من هذا الاداء وداك الشيء راه ما يمكنش يمشيو بعيد في الاولمبياد فرنسا، وتتمنى حد اوفر لهم، ونتمنى التوفيق.